أجندة سنتي. في الأجندة سنتي نرجع بكم لأهم المواعيد الطبية والعلمية خارج تونس وخاصة في تونس. اليوم باش نحكي لكم على لا بروميير رونكونتر دي بيدياتر براتيك دو كابون. هذا باش يكون بتاريخ 13-14 نوفمبر 2021 من تنظيم لاسوسيسيون دي بيدياتر بريفي دو كابون. نعاود نذكركم انكم بور لانسكريبسيون واكثر لي ديتاي نتاع البروغرام هذا تلقاو اليوم تاعو على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة فيما يخص لا بروميير رونكونتر دي بيدياتر براتيك du Caban du 13 au 14 novembre 2021. Quinté des agendas santé, Benesbel et Liu. Agenda santé.